الاستنجاد بالمدارس الخاصة ودفع تكاليف باهظة لإنقاذ مصيرهم الدراسي من شبح الرسوب، خاصة بالنسبة لطلبة الأقسام النهائية، هو الحل الأنسب بالنسبة للكثير من التلاميذ، خاصة مع استمرار الإضراب الذي دعت إليه نقابة الكنابست والذي يدخل شهره الثاني. من بعد كي تنقلت مدرسة خاصة بزاف بزاف مليحة في القراية، في ليكور يديروا لنا ليكور، جو تخرجي فاهمة، تخرجي بعفسة مليحة. المدارس العمومية التي تحولت إلى هاجس للكثير من التلاميذ بسبب الإضرابات المتواصلة وضعف أداء الأساتذة في كثير من الأحيان وعدم الاقتناع بالمردود الدراسي لأبنائهم دفع بالأولياء إلى تسجيل أبنائهم داخل مؤسسات تعليمية خاصة لضمان تأشيرة المرور إلى مقاعد الجامعة. هنا لقيت فايس خير من وين كنت نقرأ في ليتاتيك، باسكو هنا ماناش نومبروز بزاف، انا برك 5 في كلاسة، ففي ليتاتي كنا بزاف، كنا 40 ولا كنا بزاف، ما كنتش نفهم حتى بجيت لهنايا. مام هنا كاني نقرا هنا في ديكارت، ما ماشي اوبليجي حتى نروح للدار نريفيزي ولا نفهم كلش هنايا، شغل راني في كور بارتيكولي بلا ليكور، ولا هنا شغل راني في ليكور. مام لي بروف تاعنا كاع هايلين، ما يفهموا بزاف، شغل ما عندنا حتى نقائص هنا، ما خصنا والو، ماشي كيما في بيبليك كاين بزاف لي بروبلام، كاين بزاف عفايس شغل ما يخلوكش تقراي. أولية على تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة راجع إلى الأسباب المعروفة عند الخاص والعام، قضية الاكتظاظ الموجود في المؤسسات العمومية، قضية الإضرابات التي يلجأ إليها الأساتذة والمعلمون في المدارس العمومية، هذا من العوامل التي تجعل بعض الأولياء يلجأون إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة. وإن كان التعليم والخاص مقتصراً على فئة من ميسوري الحال بسبب التكاليف الباهظة، فما هو مصير أبناء الزولية والتي هي الفئة الغالبة في المجتمع؟